مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهم الفروق ما بين الغساله التوشيبا الهاف اوتوماتيك ال 10 كيلو والغساله التورنيدو الهاف اوتوماتيك ال 10 كيلو. الاثنين زي ما احنا عارفين طبعا بضمان مجموعه العربي. هنبتدي اول حاجه بالتوشيبا. هنلاقي اول مفتاح عندي هنا، مفتاح التايمر معايا لحد 45 دقيقه. هنيجي للتورنيدو، نفس المفتاح مفيش اي اختلاف خالص في المفتاح ده. هنيجي لتاني مفتاح عندي هنا، المفتاح المحطوط للغسيل التقيل او الخفيف. هلاقي في التورنيدو ان هو دمج لي المفتاح ده مع مفتاح تصريف المية وعمل لي الغسيل التقيل والخفيف في مفتاح واحد، لكن في التوشيبا هلاقيه عامل لي المفتاح ده لوحده ومفتاح تصريف المية لوحده مع شطف الغسيل. مرة تانية هلاقي ان المفتاح ده والمفتاح ده اتدمجوا مع بعض في موديل تورنيدو على مفتاح واحد، تصريف المية والغسيل التقيل والغسيل الخفيف. وهلاقي ان هنا الشطف مش موجود معايا لان مفتاح الشطف اتعمل في مكان تاني خالص في الغسالة التورنيدو. هلاقيه موجود جوه هنا كده تحت، هلاقي المفتاح اهو ده بتاع الشطف ومكانه يعتبر مستخبي شوية يعني، بس هلاقي فيه ستيكر كاتب لي اهو ان هو ده بتاع الشطف، او لو شمال هخليه اللي هو الغسيل. فانا بدوس كده لو انا عايز اشطف، وبدوس كده لو هستخدم الغسالة كغسيل. يبقى الزرار ده والزرار اللي فوق مدموجين مع بعض في التورنيدو، لكن في التوشيبا فاصلهم لي عن بعض. تاني حاجة هلاقي ان هنا عامل لي زرار ان انا لو هزود المية او هستخدم التجفيف عشان الحاجة تنشف معايا للعصر، لكن في التورنيدو مفيش الزرار ده، عامله لي هنا بس تايمر للتجفيف، ان اول ما احط الحاجة انا واشغل التايمر ده هنا هلاقي الدنيا بتلف معايا عشان ابتدي ان انا اعصر. وبرضو حاجة تانية هلاقي ان التايمر للتجفيف في التورنيدو اقصى حاجة فيه 5 دقايق، لكن في التوشيبا العربي وقت التجفيف ممكن يوصل معايا لعشرين دقيقة. فوقت التجفيف هنا أزيد كتير، هناك 5 دقايق هنا 20 دقيقة. هاجي الحاجة التانية، خامات الغسالة هنا ده بلاستيك مقوى بيتفك كده بيديني ارتياحية ان انا اقدر احط الهدوم بطريقة سهلة جدا، بعكس التورنيدو. التورنيدو فيه مفصلة مديان المكان بقى ضيق شوية ان انا احط الحاجة بطريقة سهلة. المفصلة سهل جدا ان هي تتكسر لانها كلها بلاستيك، فممكن بتقل حاجة او انا اسند عليها بالغلط هلاقي لو سندت لورا شوية كده ممكن تتكسر معايا بطريقة سهلة جدا. لكن في التوشيبا هلاقي الرف بيتخلع خالص كده، وممكن استخدمه ان انا اشيل عليه غسيل او اعمل عليه اي حاجة، ومش هيبقى فيه اي ضرر خالص على الرف او باب الغساله. وزائد ان زي ما احنا شايفين المكان بقى اوسع كتير ان انا اقدر احط الحاجه بطريقه سهله جدا. تاني حاجه هنيجي نبص على الغساله من جوه. حجم ال10 كيلو في التورنيدو يعني يعتبر قليل من حجم ال10 كيلو في التوشيبا، يعني لو بصينا نظره بعيده كده شويه، لو جينا نبص على التوشيبا هنلاقي ان الحجم الحلة من جوه أكبر من التورنيدو. تاني حاجة هلاقي هنا في مفتاح كده، ده بيديني مستويات للمية في حالة الشطف، يعني بقى كل هما 3 مستويات بطلع وانزل بيديني مستوى المية اللي الغسالة تتملى عليه عشان أشطف. ده مش موجود في التورنيدو. هنيجي لمكان العصر، هنا هلاقي مكانه اهو بلاستيك برضو، في موديل تاني بينزل الحلة دي بتبقى استانلس برضو، يعني الخامات افضل شوية او البلاستيك مقوى اكتر من التورنيدو. لو جينا للتورنيدو هلاقي برضو نفس مشكلة المفصلة وفتحة، حتى مكان العصر صغيرة مش كبيرة،
يعني لو دي الغسالة التورنيدو، لو جينا نبص مع بعض على الغسالة التوشيبا هنلاقي حجم الغسالة التوشيبا أكبر. التورنيدو ما بينزلش منها بترومبة، كلها بيبقى صرفها على الأرض، لكن التوشيبا في موديل بينزل منها بترومبة وفي من غير ترومبة. يعني الموديل اللي معانا ده هيبقى من غير ترومبا، اللي بترومبا بيبقى بعد الزيرو ده بيبقى حرف البي، ان هي بامب، ان هي فيها ترومبا خارجيه، ان اقدر اصرف المايه على مكان اعلى من الارض. هنيجي لجسم الغساله، جسم الغساله التوشيبا بيبقى معدن، جسم الغساله التورنيدو بلاستيك. طبعا دي ميزه تعتبر في التورنيدو، لان البلاستيك مش هيبقى فيه مجال ان هو يصدي لو هحطها في الحمام، فالتورنيدو هتبقى افضل في النقطة دي ان جسمها بلاستيك، لكن التوشيبا جسمها معدن. فرق السعر ما بينهم حوالي 300 جنيه، مش مبلغ، لكن يعني هتعتبر توشيبا افضل لو انا هتنازل عن نقطة ان الجسم بتاعها صاج. هنيجي لشكلها من ورا، ده شكل التوشيبا زي ما احنا شايفين معدن كلها، لكن التورنيدو كلها بلاستيك. ودي كانت أهم الفروق ما بين الغسالتين الهاف أوتوماتيك توشيبا وتورنيدو العشرة كيلو. ده شكلها مرة تانية من بره التورنيدو، ودي شكل الغسالة التوشيبا مرة تانية. شكرا جدا، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.